السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا فيديوهات سابقة عن الخلية ومكوناتها، وبتتكون سواء كانت من مكونات حية أو غير حية. طب يا ترى الخلية بتفضل مستقرة في وضع لوحدها خلية، ولا خلال دورة حياتها أو حياتها اللي بتعيشها بتدخل في عملية الانقسام؟ ده اللي عايزين نعرفه. يا ترى الخلية بتنقسم، ويا ترى بتقدر تنقسم في أي وقت ولا في وقت معين؟ ده إن شاء الله هنعرف مين الخلية اللي ليها قدرة على الانقسام ومين اللي ملهاش القدرة على الانقسام، ويا ترى بتنقسم في أي وقت وإزاي، وإيه المراحل وكل حاجة عن الانقسام. أهلا بيكم، أنا دكتورة منى سمير. عارفين إن الأبحاث أثبتت إن حوالي كل ساعة بتموت حوالي 1 بليون خلية، يعني كل خلية من أجسامنا بليون خلية بتموت كل ساعة، وبيكون غيرها بليون خلية أيضا. كل ده واحنا مش عارفين ومش عارفين، وده اللي بيحصل خلال عملية الانقسام الخلوي. طب يا ترى كل الخلايا قادرة على الانقسام؟ لا طبعا، بعض الخلايا ليس لها القدرة على الانقسام تماما، زي الخلايا العصبية. عشان كده أول فساد أو أي حاجة تحصل خطأ في الخلايا العصبية للأسف لا يمكن تعوضها، لأنها لا تنقسم غير خلايا أخرى تانية. كمان زي العضلات الهيكلية نفس الفكرة، لكن كريات الدم الحمراء هي ليس لها قدرة على الانقسام، لكن هي بيحصل لها فترة وتموت، وبيكون أو يتصنع خلايا حمراء مكانها. طيب الخلايا اللي هي ليس لها قدرة على الانقسام وطول حياتها بيفضل ثابت ومستقر، ثابت ومستقر، الخلايا دي بسميها عايشة في فترة إيه؟ جي زيرو. جي زيرو يعني خلايا بتفضل مستقرة، بتقوم بجميع الوظائف الحيوية المسؤولة عن القيام بيها، لكن ما بتنقسمش، بسميها جي زيرو. طب الخلايا العادية اللي ليها قدرة على الانقسام في الوقت العادي اللي هي لا تنقسم أيضا، بسميها في الطور البيني، بسميها في الطور الإيه؟ الطور البيني. يعني إيه طور بيني؟ ده طور سكون وراحة، يعني الخلية ما بتقومش بالانقسام. مش إحنا دلوقتي بنتكلم عن الخلايا بتنقسم؟ آه، اتكلمنا عن في كم نوع من الخلايا بتنقسم، في خلايا ليها قدرة على الانقسام وخلايا ليس لها القدرة على الانقسام، تمام؟ الخلايا ليس لها قدرة على الانقسام بسميها بتفضل في المرحلة جي زيرو. طب الخلايا التي لها قدرة على الانقسام اللي قدرتها على الانقسام مش بتفضل كل وقت بتنقسم، يعني لو بتنقسم يعني معنى كده مثلا وانا واقفة دلوقتي جسمي عمال ينقسم الخلايا وينقسم وينقسم؟ لا طبعا، الخلية بتفضل في فترة سكون وراحة، بتنقسم في أوقات معينة ولأسباب معينة هنقولها كمان شوية. طيب لما هي تكون دلوقتي مش في مرحلة الانقسام، فبتكون في مرحلة إيه؟ سكون وراحة. طب سكون وراحة يعني ما بتعملش الحاجة؟ لا بالعكس، دي طبعا بتكون نشطة جدا، لأنها بتقوم بجميع الخلايا الحيوية، يعني خلايا العضلات دلوقتي ما بتنقسمش، ولا خلايا البشرة ما بتنقسمش، لكن هي بتقوم بجميع الوظائف الحيوية العادية جدا. تمام تمام تمام، يبقى ده بنقول عليها وقتها الطور البيني. الطور البيني يعني الخلايا التي لها قدرة على الانقسام ولكنها فترة راحة أو سكون. طب الخلايا اللي بتنقسم دي حياتها بتعيشها ازاي لما تحب تنقسم؟ تعالوا نشوف. الخلايا التي لها قدرة على الانقسام عندما تريد أن تنقسم بتدخل في حاجة اسمها دورة انقسام الخلية. دورة انقسام الخلية يعني ايه؟ دورة انقسام الخلية يعني هي كل الأحداث اللي بتحصل عشان الخلية تكون خليتين، كل الأحداث اللي بتحصل عشان الخلية تكون خليتين. طب الأحداث دي بتحصل إزاي؟ في كم مرحلة؟ في ثلاث مراحل أساسية. يعني إيه؟ يعني أنا عندي آدي الخلية عايزة تنقسم، تمام؟ بتدخل في نوع من أنواع الانقسامات هنتكلم عنها. يعني الخلية هتدي خليتين. طيب قبل ما تنقسم وتدخل في الانقسام لازم استعداد. يعني إيه استعداد؟ بالله عليكم كده، لو حد عاوز يدخل يعمل طبخة، تمام؟ مش الأول بيجهز مكوناتها؟ ولو حاجة محتاج يشتريها، حاجة محتاجة تتغسل، الأدوات يجهزها، نفس الحكاية عشان يدخل يجهز الطبخة وتبقى يبقى مستعد. ما ينفعش أدخل أعمل الطبخة وأنا مش عارفة عندي إيه موجود وإيه ناقص وهكذا. نفس الحكاية الخلية قبل ما بتدخل في الانقسام عشان تدي خليتين لازم بتجهز نفسها في الطور البيني في مراحل مختلفة، ثلاث مراحل هنتكلم عنهم بالتفصيل. أول مرحلة اللي بسميها الجي 1، جي 1 جاية من جي اللي هو الجروث، جروث يعني نمو، مرحلة النمو الأولى. طب مرحلة النمو الأولى دي بيحصل فيها إيه؟ دي بتاخد وقت من مرحلة الاستعداد حوالي من 30 ل 40% من زمن دورة الانقسام. طب بيحصل فيها إيه؟ بيحصل فيها زيادة في حجم الخلية وتضاعف مكوناتها السيتوبلازمية.
يعني لو ميتوكوندريا واحدة تنقسم وتدي اتنين، لو جهاز جولجي ينقسم ويدي اتنين. ليه اتنين؟ عشان زي ما قلنا ايه، ان الخلية الواحدة عايزة تكون خليتين، فبتنقسم تتضاعف، تتضاعف المكونات الحية عشان تدي مكونات للخلية الجديدة واحد ومكونات للخلية الجديدة اتنين. تمام؟ تمام. يبقى أول مرحلة قلنا بيحصل فيها ايه؟ تضاعف لعضيات الخلية. طب ايه جي زيرو دي؟ ها فاكرينها؟ جي زيرو اللي احنا قلناها ان هي الخلايا لا تدخل اصلا دورة الحياة دي، وهي بتفضل في المرحلة العادية الثابتة والساكنة في الطور البيني. تمام؟ طيب المرحلة التانية من الطور البيني مرحلة الاس او البناء. مرحلة الاس او البناء، اس يعني سنسيسز، يعني سنسيسز يعني ايه سنسيسز؟ يعني تكوين وتضاعف وعملية بناء. بناء لمين؟ للمادة الوراثية دي ان ايه اللي هو موجود في صورة الكروموسومات. واخدين بالنا ان الوقت بتاعها بيكون وقت طويل جدا، بياخد من 35 ل 45% من زمن دورة الانقسام. ليه؟ علشان هي عملية مهمة جدا، المادة الوراثية والنواة دي من اهم مكونات الخلية، صح كده؟ صح. عشان كده بتاخد وقت طويل. طب بتتضاعف مكوناتها ازاي؟ فاكرين لما كنا بنقول ان المادة الوراثية او النواة بتكون موجودة في شكل شبكة كروماتينية؟ تمام؟ تمام. هتبدأ الشبكة دي تتفكك وتبدأ الكروموسومات تظهر، عشان كل كروموسوم في الخلية يكون له اتنين، واحد يروح للخلية الجديدة وواحد يروح للخلية التانية. صح؟ صح. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. طب يعني ايه؟ يعني دلوقتي الخلية ليها قدرة على تصنيع نسخة كاملة من الكروموسومات الدي ان ايه، يعني النواة كاملة بكروموسوماتها. طب يا ترى ده ضروري؟ اه طبعا ضروري، عشان تقدر تكون الخلايا الجديده يكون عندها نسخه طبق الاصل من الخليه الاصليه. طب كمان يا ترى ايه هو اصلا شكل الكروموسوم قبل الانقسام وبعد التضاعف؟ يعني قبل وهي في الطور البيني الخلايا العاديه شكل الكروموسوم ايه، وبعد ما يحصل عمليه التضاعف شكل الكروموسوم عامل ازاي؟ تعالوا نشوف كده. الخلايا في الوضع العادي شكلها ايه؟ ها شكلها طبعا احنا عارفينها، لو سألنا كده الكروموسوم في الخلايا شكله ايه؟ شكل حرف الاكس كده، صح؟ لا مش صح. شكل الكروموسوم في الحرف الاكس او الاتش ده لا يظهر الا اثناء الانقسام. ليه؟ هو شكل الكروموسوم في الخليه العاديه في الطور البيني العادي في الوضع المستقر شكلها ايه؟ عباره عن كروماتيده واحده، كروماتيده واحده، صحيح؟ اه صحيح. بيتكون حاجه اسمها هومولوجس اللي هنتكلم عليها بعد كده في الانقسام الميوزي، ان كل كروموسوم ليه توأمه. يعني ايه؟ مش احنا عارفين ان خلايا جسم الكائن الحي عباره الانسان مثلا عارفين كام كروموسوم؟ 46، صح كده؟ يعني كام زوج؟ 23 زوج من الكروموسومات، صح؟ صح. يعني كل كروموسوم في اخوه توأم، في اخوه توأم، كروموسوم الواحد في اخوه توأم. تمام. طيب انا عندي في الخليه في كروموسوم في شكل كروماتيده واحده، كروموسوم الواحد في كروماتيده واحده. طب انا عايزه اكون خليتين، يعني انا محتاجه نسختين من الكروموسوم ده، هعمل ايه؟ هيبدا عمليه التضاعف في مرحله البناء الاس، كل كروموسوم من كروماتيدا يتضاعف ويعمل نسخه طبق الاصل منه وتلتصق بيه في منتصف تماما في حاجه بروتين او ماده بروتينيه بتسمى الايه؟ السنترومير. السنترومير. يبقى انا عندي الكروموسوم هنا هيتكون من اتنين كروماتيدتين شقيقتين، كروماتيدتين شقيقتين، تو سيستر كروماتيدز. التو سيستر كروماتيدز زي ما قلنا بيتصلوا ويرتبطوا مع بعض بمنطقه السنترومير. تمام؟ ليه؟ عشان بعد ما حصل تضاعف للكروموسوم الاثنين كروماتيدا، امتى؟ فقط اثناء رغبه الخليه في الانقسام. لكن الخليه في الوضع العادي كم كروماتيدا؟ واحده. طب واثناء الانقسام كم كروماتيدا؟ اثنين. تمام؟ تمام. خلصت كونتين النسخه الجديده، لما يحصل الانقسام ويخلص الانقسام هتبدا كل خليه يحصل فيها ايه؟ تاخد كروماتيدا من اللي اتكونت. يبقى هي كده شبه الاصل من الام الاساسيه ولا لا؟ اه شبه الاصل. فهمنا يعني ايه مرحله تضاعف الماده الوراثيه. طيب اخر مرحله اللي بسميها مرحله الجي 2، ودي المرحله النمو الثانيه واللي بيتكون فيها مجموعه من استمرار تكوين البروتينات اللازمه لعمليه الانقسام. زي ايه؟ زي تكوين الانابيب الدقيقه وتكوين خيوط المغزل. مش خيوط المغزل محتاجه تتكون عشان تمسك في الكروموسومات؟ اه خيوط المغزل دي تكوينها من ايه؟ من بروتين. طب اصلا حركه الكروموسومات وعمليه الانقسام مش محتاجه شويه انزيمات وبروتينات؟ اه فدي كلها بتتكون فين؟ في مرحله الجي 2، في مرحله ايه؟ الجي 2. تعالوا كده معايا لحظه واحده نفتكر. لو انا عندي الخليه فيها الكروموسوم عندها اتنين كروموسوم، دي مثال لخليه عندها اتنين كروموسوم،
كروماتيدة زرقاء وكروماتيدة خضراء. هيحصل ايه؟ اول حاجة زي ما قلنا هيبدأ يحصل تضاعف، كل كروماتيدة تكون واحدة ويترصوا على جنب وايه ويتسحبوا، ويبقى كل كونت لخليتين انقسموا، وكل خليتين كونت طبق الاصل للخليه الام اللي هي ايه، اللي هي ايه كروماتيدا خضراء وكروماتيدا زرقاء. تاني كده تعالى نشوفها، حصل تضاعف بعد كده انفصال وكونت خلايا جديده طبق الاصل بنفس المحتوى الوراثي لا بالزياده ولا نقص. نرجع تاني. تمام، يبقى كده الخليه مستعده لحدوث عمليه الانقسام. مستعده لا مش مستعده. مين قال؟ دلوقتي انا عندي هشبه من انقسام الخليه دي، لو انا عندي خليه واحده عاوزه تكون كام خليه؟ اتنين، صح؟ صح. طب بالله عليك لو انت مثلا معاك كتاب وعايزين تعملوا نسختين تدوها لاتنين من الطلبه، بتعمل ايه؟ بتاخد الكتاب وتروح للمكتبه وتبدا اللي واقف في المكتبه يبدا يصور ورقه ورقه ويعمل نسختين منها، صح؟ كانه عمل ايه؟ تضاعف للمكونات. حلو كده، عمل تضاعف للمكونات من الكتاب. تمام، هيبدا يعمل ايه قبل ما يدخل ويدي النسختين من الكتاب؟ عمل تضاعف بكل مكوناتها، صح؟ قبل ما يدخل عملية الانقسام. يعني ايه انقسام؟ يعني ادي مكونات لخلية ومكونات لخلية يدينه خليتين، بس كده كأني خلاص جهزت الكتابين. طب مش قبل ما انا اخد الورق بتاع النسخة الاولى والورق بتاع النسخة التانية واديه للطالبتين، مش احنا الاول بنراجع على النسخة اللي اتصورت؟ يعني بشوف لو في صفحه بيضة ما تصورتش، بتاكد، بشوف لو في صفحه من الكتاب وهي بتتصور الحبر زاد عليها فباظت، لو في صفحه نصها اتصور والنص مقطوع، وارجع اعمل ايه؟ اعيد تصويرها تاني. نفس الحكايه، ده تكوين خليه جديده، يعني لو في اي فساد او اي مشكله حصلت هتديني طفره، ممكن تديني سرطانات او امراض، فلازم الخليه تعمل ايه؟ تراجع على كل مكوناتها. طب بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه زي لجنه او حاجه اسمها تشيك بوينت. يعني ايه تشيك بوينت؟ بتيجي قبل نهاية كل مرحلة، قبل نهاية كل مرحلة وتعمل لي لجنة هنا. ايه وظيفة اللجنة دي؟ تبدأ مجموعة من البروتينات تتكون وتشوف ها يا ترى كل مكونات الخلية السيتوبلازمية تضاعفت؟ كله موجود تمام؟ تمام. تدخل على المرحلة التانية قبل ما تنتهي مرحلة الاس والبناء، يحصل لي هنا مرحلة تشيك بوينت تانية او لجنة تظهر، ها يا ترى كل مكونات الكروموسوم اتحولت لي لاتنين كروماتيد؟ تمام. طب يا ترى الكروماتيد الجديدة دي كل الصفات او كل الجينات على الكروماتيدة متكونة مظبوط، ولا في قاعدة زيادة ولا قاعدة ناقصة تعمل لي طفرة في الجين والصفة؟ لا كله تمام خلاص. طب لو في حاجة مشكلة، تقوم البروتينات دي تعمل اعادة تصحيح وبناء للاخطاء واعادة تصحيحها. تمام تمام، نفس الحكايه جيتو هيبقى برضو ايضا في تشيك بوينت او لجنة تراجع على كل المراحل. الحمد لله كله تمام. يلا ندخل على الانقسام. طب ايه هو الانقسام؟ تعالوا كده نشوف شكله، الفيديو ده هيوضح لنا بشكل واضح. الانقسام هو عباره عن حركه للماده الوراثيه وحركه للسيتوبلازم. تعالوا كده نشوف ايه اللي بيحصل. ثانيه نوقف. الشبكه الكروماتينيه وهي دي عضيات الخديه، بتبدا الشبكه الكروماتينيه الخيوط اللي عامله شكل نواه طويله ومش باينه هتبدا تقصر في الحجم وتظهر الكروموسومات في شكل اتنين كروماتيد. تعالوا نشغل الفيديو. بصوا بدات يظهر، بيحصل تضاعف لو خدنا بالنا. نرجع كده، شايفين بيحصل تضاعف؟ ممكن تعيدوا اللقطه دي كذا مره، تعيدوها اكتر من مره وتشوفوا شكل الكروماتيده وهي بتتكون اتنين كروماتيده. تمام، نقف كده ثانيه نرجع. تمام، تعالوا شوفوا اللي بيحصل. ها اللي حصل ان كل كروماتيده كون اتنين كروموسوم وترصوا وبدات الكروموسومات تنفصل. كروموسومات لا، كروماتيدات تنفصل، ويبدا خلاص بقى عايزين نكون خليه جديده حتى المواد السيتوبلازميه تضعف. تعالوا تاني كده معلش نكون من الاول. ادي الشبكه الكروماتينيه تتفكك وتبدا كروموسومات تتضاعف، الكروماتيد اتنين كروماتيد، وبعد كده شايفين مفاكرين مين ده؟ السنتروسوم اللي بيكون مين؟ خيوط المغزل اللي بيشد مين؟ الكروماتيدات. وادي شايفين العضيات السيتوبلازميه اهي انفصلت لكل خليه بعضياتها من اول وجديد. طبعا ده تصوير لتحت الميكروسكوب للاحداث بسرعه فائقه، وتبدا تظهر تاني الشبكه الكروماتينيه وخليه طبق الاصل. تعالوا بقى نشوف الانقسام بالظبط. ايه هي اختصار لدوره حياه الخليه؟ دوره حياه الخليه بتمر مرحلتين، اول مرحله الطور البيني، والطور البيني في كام مرحله؟ 3، G1 واس وG2. وبعد ما دخلت الطور البيني تدخل على ايه؟ على الانقسام الخلوي. يعني ايه انقسام خلوي؟ عباره عن الخليه بتنقسم. طب بتنقسم ازاي؟ في مرحلتين، اول مرحله
حركة المادة الوراثية، حركة المادة الوراثية والكروموسومات تترص في النص وبعدين تروح يمين وشمال وهكذا، بسميه انقسام نووي أو مرحلة الانقسام النووي. طب أول ما خلاص راحت الكروموسومات يمين وشمال ويبدأ الغلاف السيتوبلازمي يتخثر عشان تنفصل الاتنين، فبسميه انقسام سيتوبلازمي، انقسام سيتوبلازمي. تعالوا نشوفه ازاي بالظبط بالتفصيل. أول حاجة، إيه هو الانقسام؟ ايه انواعه؟ عندي نوعين من الانقسام، في عندي انقسام مباشر وانقسام غير مباشر. المباشر زي في الخلايا البكتيريه، والغير مباشر زي الانقسام الميتوزي او الميوزي. ليه بقول على المباشر؟ مباشر عشان بيحصل انقسام سريع، مجرد ها سريع على طول، وبيحصل بسرعه، المكونات السيتوبلازميه بتتضاعف، وطبعا احنا عارفين ما فيش عضيات، فهي بتتضاعف وتقوم يحصل تخثر في الغشاء الخليه ويتضاعف، عشان كده سرعه الانقسام بتكون سريعه جدا، سرعتها بتكون سريعة جدا ومباشر بطيء. لكن الانقسام الغير مباشر زي الانقسام الميتوزي بياخد وقت شوية على تجهيز وإعداد وحركة المادة الوراثية ثم تخثر، هو ده اللي بقول لكم عليه الحركة السيتوبلازمية، انقسام السيتوبلازمي اللي هو تخثر في الخلية، فبياخد وقت شوية، وقت أطول بكتير. يبقى احنا عرفنا ان دورة حياة الخلية عبارة عن توربيني بيحصل فيها نمو الخلية في G1، تضاعف للدي ان ايه في الاس، تنمو الخليه وتتهيأ في الجي 2، ثم يحدث انقسام للماده الوراثيه، انقسام متساوي يليه انقسام سيتوبلازمي. تمام تمام. ايه هو الانقسام الميتوزي؟ ناخد اول نوع من الانقسامات، انقسام ميتوزي وانقسام الميتوزي. الانقسام الميتوزي لو عرفت اجاوب على الاسئله دي يبقى انا عرفت كده ايه هو الانقسام الميتوزي. الانقسام الميتوزي او الميتاتيك ديفيجن، عايز اعرف ليه وامتى وفين وازاي، ليه وامتى وفين وازاي. طيب ليه بيحصل انقسام الميتوزي؟ الخليه بتدي خليتين والخليتين يدوا اربعه وهكذا، يبقى الهدف الاساسي ايه؟ زياده عدد الخلايا، زياده عدد الخلايا، وكمان حفاظ على حيويتها. يعني ايه حفاظ على حيويتها؟ يعني مثلا عندي خلايا البشره بنلاقيها عندها قدره على الانقسام سريع وبتتجدد، عشان كده خلايا البشره بتكون حيويه وشابه، لكن لما بيظهر في مرحلة الشيخوخة بتقل القدرة على الانقسام، عشان كده بيبقى الجلد ايه؟ عجوز ومكرمش. وطبعا اساسي تعويض التالف، تعويض التالف، تعويض التالف من الخلايا، لو حصل في خلايا تدمرت فبتبدأ خلايا جديدة تتكون مكانها وتعويض التالف. طب بيحصل فين؟ في الخلايا الايه؟ جسدية ولا جنسية؟ ها؟ بيحصل في الخلايا الجسدية. ليه؟ احنا عارفين جسم الكائن الحي بيبقى عبارة عن نوعين من الخلايا، يا جسدية يا جنسية. جسدية سوماتيك سيل زي مثلا في النبات الورقة والساق والجذر وهكذا. طب الخلايا الجنسية الخاصة بالانقسام الميوزي في النبات فين؟ الزهرة. نفس الحكاية في جسم اي كائن حي. يبقى الانقسام الميتوزي بيحدث فين؟ في جميع الخلايا الجسدية، ها ما عدا خلايا الاعصاب زي ما قلنا. طب بيحصل امتى؟ على حسب السبب، على حسب ما هنعرف. مثلا لو الحفاظ على الحيوية يبقى أثناء الاستحمام والحاجة بفرك الخلايا أو صنفرة بتبدأ تموت الخلايا القديمة وتكون غيرها. لو حصل أي جرح في النبات، قطع نفرع ولا حاجة، فالتلف ده هيعوضه بخلايا جديدة. لو في النمو، يعني إيه النمو؟ يعني الجنين بينقسم وينمو ويكبر في الحجم ويدي أعضاء عن طريق إيه؟ انقسام ميتوزي، عشان يعمل إيه؟ زيادة في الحجم. طيب الانقسام الميتوزي ده بيمر إزاي؟ زي ما قلنا في مرحلتين، انقسام خلوي او نووي وانقسام سيتوبلازمي. طب الانقسام الخلوي برضو بيمر في مراحل، اربع مراحل اساسيه. ايه هم؟ هنعرفهم، عايزين نعرف اسم كل مرحله وبيحصل فيها ايه. الانقسام الخلوي هيحصل فيه ثلاث مراحل اساسيه. اول مرحله التور التمهيدي، بروفيز، بروفيز. ثاني مرحله التور الاستوائي، ميتافيز، ميتافيز. ثالث مرحله التور الانفصالي، انافيز. التور النهائي اخر مرحله، تيلوفيز. واخدين بالنا ان في مقطع ايه بيتكرر؟ فيز، فيز يعني التور او المرحله. ويبقى علينا نحفظ زياده برو ميتا انا تيلو. طب انا سهلتها لكم بكلمه، بي مات الله يرحمه، بي مات الله يرحمه، بي اللي هو بروفيز، ام ميتا فيز، اي انا فيز، تي تيلوفيز. تعالوا نشوف كل مرحله بيحصل فيها ايه. اول مرحله زي ما قلنا البروفيز بتبدا الشبكه تتفصل، الميتافيز انفصالي بيترتب الكروموسومات في النص وترتبط بخيوط المغزل، انافيز انفصال للكروماتيدات، تيلوفيز يعني خلاص تور نهائي، تبدا الكروماتيدات تكون شبكه كروماتينيه. ها اللي حصل دلوقتي تخثر، ده خلصنا انقسام نووي، دخلنا على انقسام السيتوبلازمي، وترجع الخليه شبه الام تماما.
يلا تعالوا نشوف اول مرحله. يبقى الدور التمهيدي حصل ايه؟ بتمهد الخلايا للانقسام، مش هي كانت موجوده في شكل شبكه كروماتينيه كده زي ما احنا شايفين كده شبكه، هتبدا خيوط الكروماتينيه دي تقصر في الحجم ويظهر شكل الكروموسومات، هو هتختفي النواه وتختفي الغشاء البلازمي، وبيبدا يتكون خيوط المغزل. مين اللي بيكون خيوط المغزل في الخلايا الحيوانيه؟ ها السنتروسوم. طب مين في الخلايا النباتيه؟ ها نعرفها، عرفناها ولا لسه؟ هقول لكم عليها المره الجايه ان شاء الله. وطبعا الكروموسومات بتظهر في شكل متضاعف، يعني من اتنين كروماتيدتين شقيقتين مش من كروماتيدة واحدة. تمام، يبقى الطور التمهيدي هو تهيئة البروفيز، تهيئة للخلية. طيب شايفين اللي حصل؟ اهو دي التهيئة بدأت ايه؟ ها كبرت في الحجم، الخلية كبرت في الحجم عشان تدخل في عملية الانقسام. بعد كده الطور الاستوائي، عارفين خط استواء الخلية اللي في الكرة الأرضية؟ اه. طب خط الاستواء ده موجود فين؟ في الطرف ولا في النص؟ في النص. نفس الحكاية بيحصل، ان الكروموسومات اللي بقت واضحة وترتبت في النص تماما، نصف الخلية. طب وهي بتترتب ممسوكة منين؟ زي ما قلنا بتبدأ الكروموسومات، بتكون الكروموسومات ممسوكة بخيوط المغزل، وخيوط المغزل دي بتمسك الكروموسوم منين؟ ها من منطقة النصف تماما، تمسكه من منطقة النصف، من منطقة السنترومير، صح كده؟ طيب خيوط المغزل مين اللي بيكونها؟ الجسم المركزي اللي هو اسمه ايه؟ ها السنتروسوم. الجسم المركزي او السنتروسوم بيكون مواد بروتينيه بتكون خيوط المغزل. تمام، يبقى ترتبت الكروموسومات في النص. اه ترتبت الكروموسومات في النص. طيب جه زي الكروموسومات ان كل كروماتيده تروح ناحيه اقطاب خليه عشان الخليه تتكون. اه جاهزه. طب هنا الخليه كام ان؟ 2 ان، 2 ان. طيب يعني ايه 2 ان؟ يعني الماده الوراثيه 2. مش احنا قلنا ان الكروموسومات مثلا جسم الكائن الحي عباره عن 46 او 23 ايه زوج، يعني 2 ضعف. طب المحتوى قد ايه؟ الكونتنت قد ايه؟ الخليه الاصليه مثلا لو خليه اصليه فيها كروماتيده واحده وكروماتيده ثانيه او 2 كروموسوم، لما بتدخل عشان تعمل تضاعف مش كل خلية هنا عملت كل كروماتيدة 2 وكل كروماتيدة 2، صح كده؟ هقول عليها برضو 2 N مش 4 N عشان هي ما كونت ليش صفات جديدة، لكن عملت لي ايه؟ عملت لي هو الأصل هنا كان 2 N برضو، ها؟ والكونتنت أو المحتوى كان كام؟ بيحتوي على 2، صح كده؟ يحتوي على 2. طب هنا هيحتوي على كام؟ ها هتبقى 2 ان وكام سي؟ 4 سي. 4 سي عملت لي اربع نسخ. تمام، عملت لي نسخ مضاعفه عشان تدينا الخليه. تمام، طيب بعد كده الكروموسومات اترتبت في المنتصف، جاهزه الكروموسومات عشان يحصل انفصال وتروح لاقطاب الخليه عشان ابدا خلاص اديكي لكل خليه جديده. اه جاهزه. طيب بصوا كده اهو زي ما بيظهر الكروموسومات وبتبدا تكون خيوط المغزل، وبتمسك الكروموسوم في منطقه مين؟ السنترومير. يبقى الخيوط المغزل اللي بيكونها السنتروسوم، الميكروتوبيولز او خيوط المغزل هتمسك الكروموسوم في السنترومير وتبدا تفصل مين؟ كروموسومات ولا كروماتيدات؟ يعني بتروح ناحيه كل قطب من اقطاب الخليه الكروموسوم كامل باتنين كروماتيده، ولا الكروموسوم الواحد هينفصل لكروماتيده وكروماتيده؟ صح كده. يبقى بيحصل بينفلق السنترومير لنصفين وبيبدا يتسحب خيوط المغزل بقوه الشد من السنتروسوم، بيسحب كل كروماتيده ناحيه الاقطاب الخليه وبتتحرك على بعض. يبقى نحفظ كويس جدا، انقسام ميتوزي، انقسام ميتوزي طور انفصالي، انفصال لمين؟ كروماتيدات، انفصال لمين؟ كروماتيدات. تمام، بعد ما انفصلنا ولله الحمد نيجي لاخر مرحله بقى خلاص، يعني انا خلاص كاني عملت الكتاب، جهزت نسختينه وعاوزه جهزته خلاص وطبعته وجهزت كل نسخه وبورقها، عايزه اقوم مقدمه النسخه دي للطالبه دي والنسخه دي للطالبه دي. دي اللي بيحصل بالظبط اهو، بتبدا الكروماتيدات، شايفين واضحه هنا ازاي بالشكل ده؟ كروماتيدات اللي هي من اصل الكروموسوم 2 كروماتيد انفصلت وبتبدا تتجمع بس في شكل غير واضح، في شكل غير واضح مش متميز بقى صوابع الكروماتيدات، وبتبدا يتكون لو خليه نباتيه هيبدا يحصل ايه؟ الانقسام السيتوبلازمي.
انقسام السيتوبلازم. طيب قبل ما نرجع انقسام السيتوبلازمي، بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز، كان عمال اتكلم على حركه ايه؟ سيتوبلازم ولا ماده وراثيه؟ صح، ماده وراثيه. طب ماده وراثيه يبقى اقول عليه انقسام نووي ولا انقسام سيتوبلازمي؟ ها، انقسام نووي. فاكرين مش احنا قلنا الانقسام الميتوزي بينقسم نوعين، مرحله انقسام نووي، مرحله انقسام ايه؟ سيتوبلازمي. ما دام قلت بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز، يبقى كل دول مراحل انقسام ايه؟ نووي. طيب خلصنا اي كلام عن النواه وانفصلت، هيبدا يحصل انقسام سيتوبلازمي. طب ايه هو الانقسام السيتوبلازمي؟ هو تخثر في الغشاء البلازمي، وبيحصل في انتهاء خلاص المرحله، وبيكون خليتين جديدتين. طب لو في الخلايا الحيوانيه يبقى مجرد تخثر في السيتوبلازم. طب في الخلايا النباتية هتكون لي صفيحة وسطى اهو، يعني ادي الخلايا النباتية هيبدأ تترسب صفيحة وسطى من مادة ايه؟ فاكرين؟ من مادة البكتين. طب فاكرين بقى من عضيات الخلية كان مين المسؤول عن تكوين الصفيحة الوسطى؟ نرجع للفيديو السابق بتاع شرح مكونات الخلية نعرف مين المسؤول عن تكوين الصفيحة الوسطى وتكوين مادة البكتين. هنلاقي الصفيحة الوسطى زي ما بين تحت الميكروسكوب، ترسيب المادة البكتين لتكوين الصفيحة الوسطى عشان تكون لي ايه؟ خليتين جديدتين، كل خلية 2N. ده كده تفصيل لمراحل الانقسام الميتوزي. اول بدأ التور البيني، التور البيني بمراحله الثلاثة G1 SG2. بدأ التور التمهيدي بتكوين ظهور لبدء ظهور الكروموسومات. ثم التور الاستوائي اللي هو ان الكروموسومات الكروموسومات تترص في منتصف الخلية وتكون ملتحمة ومرتبطة بخيوط المغزل من منطقة السنترومير. ثم التور الانفصالي، انفصال لأزواج الكروماتيدات ناحية أقطاب الخلية عن طريق قوة الشد من الجسم المركزي، بيقصر في حجم وفي سمك الخيوط المغزل وتشد معاها بقوة الكروماتيدات، يبقى حصل انفصال للكروماتيدات. بعد الانفصال الكروماتيدات يبدا الطور النهائي، تبدا الكروماتيدات تتجمع في جوانب الخليه ويبدا تستعد العضيات السيتوبلازميه بقى تتحرك عشان تكون الخليتين. المراحل دي كلها بسميها انقسام نووي. اول ما ادخل على المرحله دي هسميها انقسام سيتوبلازمي، اللي هو تخثر السيتوبلازم والغشاء البلازمي او تكوين صفيحه وسطى في الخلايا النباتيه. طيب زي ما بيظهر كده، يبقى انا عندي الخليه الاصليه زي ما قلنا 2N2C ده في الاصل، بعد كده هتكون 2N4C عشان حصل تضاعف. طب والخليه الجديده اهو هتكون 2N2C طبق الأصل للخلية الأم. تمام، دي كده مراحل الانقسام الميتوزي تحت الميكروسكوب. شكلها بيبقى عامل ازاي عشان أقدر أميزها في لما تيجي شريحة؟ لما يكون الخلية موجودة وفي دايرة نواة مش واضح أي حاجة، يبقى ده الانترفيز أو التور البيني. طيب لما تبدأ شكل النواة يظهر فيه خطوط كده، يعني هي داخلة في انقسام، يبقى ده التور الإيه؟ التمهيدي. طب لما الاقي المادة الوراثية مترتبة في النص يبقى التور المين؟ الاستوائي. ميتافيز، برافو. طب لما الاقي الكروموسومات انفصلت لمجموعتين والمجموعتين الصوابع بتاعت الكروماتيدات واضحه، يبقى ده ايه؟ انفصالي. طب ايه الفرق ما بينه وما بين التلوفيز النهائي؟ برضو مجموعتين لكن في هنا صوابع باينه بتاعت الكروماتيدات، لا مش باينه، واللي بترجع تاني بعد ما بتنفصل وبتتكون زي ما احنا شايفين اهي الصفيحه الوسطى للانقسام السيتوبلازمي، وكونت لي خليتين جديدتين. طيب تعالوا نشوف كده تحت الميكروسكوب الشرايح دي انقسام ايه؟ خلية في الدور الايه؟ ها، استوائي. طب في دي انفصالي. طب دي مجموعتين اهو، ها، نهائي. طب دي ايه؟ دي تور بيني عادي. طب الفرق ما بين دي ودي؟ شايفين بقت منقطة كده زي دي كده، منقطة كده وبدأت المادة الوراثية تظهر، يبقى ده تور تمهيدي. تمام؟ طب ده ايه ده؟ ها؟ ده خلاص كده دي المرحلة النهائية لانقسام السيتوبلازمي. بعد التور النهائي حتى الصفيحة الوسطى باينة. تمام؟ تمام.
عندكم الصورة هي تظهر، يا ريت نثبتها، أنا مرقماها من 1 لحد 10. اكتبوا لي في التعليقات، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات كل من 1 لـ10 دي عبارة عن أي مرحلة من مراحل الانقسام، يا ريت تكتبوها لي وهستنى أشوف تعليقاتكم وهجاوب عليها إن شاء الله إذا كانت صحيحة أم خاطئة. تمام، يبقى إحنا كده خلصنا الانقسام الميتوزي. تعالوا بقى نرجع كده عشان ما نتلخبطش. الخلايا عشان ليها قدرة على الانقسام عايزة تكون خليتين، بتعمل ايه؟ الاول قلنا في خلايا ملهاش قدرة على الانقسام تماما، غلط خالص، ما بتقدرش، يبقى بتدخل في مرحلة بسميها ايه؟ الجي زيرو، صح؟ ليس لها قدرة على الانقسام. طب الخلايا اللي ليها قدرة على الانقسام بتدخل في ايه؟ في حاجة اسمها دورة انقسام الخلية، بتعمل ايه؟ بتجهز نفسها، وبعد ما تجهز نفسها بتكون الخلايا وتدخل الانقسام. طب بتجهز نفسها ازاي؟ بتدخل الاول في الجي 1 وعرفنا بيحصل تضاعف، بتدخل بعد كده في الاس، هنا تضاعف مكونات الخلية، اس تضاعف للكروموسوم من كروماتيدة لاتنين كروماتيدتين شقيقتين، بعد كده بتدخل في الجي 2 بتكوين البروتينات اللازمة وخيوط المغزل. طيب بعد كده بتدخل في الانقسام الميتوزي، بس ما ننساش ان في حاجه اسمها ايه؟ في تشيك بوينت هنا، ها تشيك بوينت عشان تتاكد ان كل حاجه تمام، اللجنه اللي قلنا عليها تمام، تقوم داخله في الانقسام الميتوزي، سواء انقسام نووي او انقسام سيتوبلازمي، وبتكون لي ولله الحمد خليتين جديدتين طبق الاصل. شايفين الفرق ما بين الانقسام الغير مباشر والانقسام المباشر؟ عشان كده الخلايا الحية فيها إعجاز في كل حاجة حتى في الانقسام. كده انتهينا من الانقسام الميتوزي. طب يا ترى تعرف حاجة عن الانقسام الميتوزي؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه الفيديو القادم، هنعرف كل تفاصيله والمراحل بتاعته المختلفة. شكرا لكم، لو شايف ان الفيديو عجبك واستفدت منه ياريت ما تبخلش علينا باللايك والشير ما بين أصدقائك والاشتراك في القناة. شكرا لكم.